أجواء انتخابية جديدة تغطي سماء الأردن. فبعد انتخابات البرلمانية في سبتمبر أيلول من عام 2016، توجه الأردنيون اليوم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجالس محلية وبلدية جديدة للمرة الأولى بموجب قانون اللامركزية الذي صدر عام 2015. انتخابات تأتي ضمن خطة الأردن للانتقال إلى اللامركزية الإدارية التي من شأنها أن تفسح المجال أمام المواطن للإسهام في صنع القرار على صعيد منطقته وبلورة خياراته التنموية. نؤكد على مصداقية مشروع الإصلاح الشامل في الدولة الأردنية، وأنه وبصرف النظر عن كل الظروف المحيطة في الشرق الأوسط، لكن الدولة الأردنية مستمرة في إصلاحاتها الشاملة ومستمرة أيضا في إجراء الانتخابات والتحاور من خلال صناديق الاقتراع في حين غيرنا وحولنا هنالك الدماء والعنف والقتل. لذلك احنا نفتخر بهذا الكلام، وهذا يدل على قوة الدولة ومصداقية الإصلاح الشامل. وتجري هذه الانتخابات بموجب قوانين جديدة لم تختبر بعد، وذلك بعد أن خضعت لخلافات وتجاذبات سياسية ونقاشات مستفيضة على المستوى الوطني. وتشهد هذه الانتخابات غياب الجدل المصاحب لأي عملية انتخابية، إذ وصفت الإجراءات المتخذة من قبل السلطات بأنها معقولة وتسير بشكل جيد، وهو ما أكده حزب جبهة العمل الإسلامي وأحزاب أخرى. ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات تعتريها حالة من الفتور بسبب قلة المرشحين للانتخابات والإقبال عليها، وذلك لانعدام الثقة لدى المواطن بحدوث تغير فعلي، بالإضافة إلى ضعف مشاركة الأحزاب السياسية، إذ يشارك الإسلاميون لأول مرة منذ عام 2007 لرئاسة ثلاث بلديات كبرى فقط هي عمان وإربد والزرقاء. والوجه الآخر لغياب الأحزاب والبرامج السياسية هي هيمنة السمة العشائرية على هذه الانتخابات، فقد بادرت عشائر إلى إجراء ما يمكن تسميتها انتخابات داخلية لفرز مرشحيها الأوفر حظا. وتبقى واقعية مخرجات هذه الانتخابات هي الحكم فيما إذا كانت ستفرز وجوها محلية وجهوية جديدة، وما هي فرص الفئات الأكثر استنارة في اختراق قواعد لعبة الانتخابات في البلاد.